وقال الرئيس السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج في إطار استراتيجية تنمية الصعيد. وجه الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية. يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ونإيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح، مش نقول ايه طب ماشي يعني تلوين صوره، يعني انتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا وانا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود والارقام اللي ما تتخيلوهاش موجوده، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه، مثلا 1.2 مليون 3 مليون عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع. من أول كلام اللي قاله سمويل واللي دايما محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم والزميلات طبعا أو بناتي يعني أو كده اللي اتكلموا كلهم، لا إحنا جاهزين وأنتوا واقفين كده قدامي. هقول مبدئيا كده أهو الأرقام اللي أنتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومة. طب ليه مش من جيب الحكومة؟ لأن أنا مرتب ترتيبات تانية. الحكومة يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومة مطحونة جداً